والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، جاء في صحيح البخاري في كتاب الإيمان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخلوا عليه قال: من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: فمرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. وفي هذا فائدة، وأنا أذكر الفوائد بسرعة لأنه الوقت ما بيقضينا. أولا، فيه خلق النبي صلى الله عليه وسلم وترحيبه بطالب العلم، فقال: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة، فرحب بهم كعادة العرب، وهو أفضلهم صلى الله عليه وسلم كعادة العرب في الترحاب بالضيف وإكرامه، وكما قالت عنه خديجة رضي الله عنها: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة، يعني الإنسان الواقع بترفعه، وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق. فقال: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة، وهذا دعاء بالخير كعادة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من المعلمين على منهاجه يدعون لطالب العلم بالخير. فقال: غير خزايا ولا ندامة. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، يعني من مكان بعيد، هم جايين من البحرين إلى المدينة. إنا نأتيك من شقة بعيدة، وهذا يا أخواننا فيه أن طالب العلم يقطع المسافات الطويلة لطلب العلم. لاحظ، هؤلاء يأتون من هذا المكان البعيد. قالوا: وبيننا وبينك هذا الوادي من كفار مضر، وكفار مضر معروفين بالشر، كانوا أصحاب شر وعداء للمسلمين. قالوا: بيننا وبينك هذا الوادي من كفار مضر. لاحظ، من شرهم، يعني كفار مضر. قالوا: ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، لأنه شهر الحرام العرب ما بقاتلوا فيه، بخلوا يجي وقت الأمان عشان يقدروا يسافروا يتعلموا. فهذا يدل يا أخواننا على العناء في التعلم. وإنت الآن لا في كفار مضر بينك وبين العلم ولا أي حاجة، باب العلم فاتح، مواصلات بتركب بمزاج، ما في مشكلة، وإنت ما دار تتعلم كويس. قالوا: فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا، ندخل به الجنة، ندخل به الجنة. هذه الغاية، غاية الإنسان دخول الجنة. قالوا: نخبر به من وراءنا، فيه نشر العلم، يعني اللي بياخذ علم يمشي بكلم بأهله اللي ما قدروا يجوا، لأنه في كفار مضر قاعدين في الدرب. إنت كان قدرت مركت من كفار مضر وتلقيت العلم، أمشي كلم بأهل وراك اللي قاعدين هناك ما جوا، لأنه في ناس من أهلك ما جوا. ولهذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيتبين لنا في الحديث أنه يعلم أصحابه، وأصحابه ينشرون العلم. ولهذا انشر ما تعلمت، ولكن انشر بفهم وبعقل، أوعى العلم تمام، خليك واعي للعلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا، أو في عبارة أخرى: سمع مقالتي فوعاها. ودي مهمة جدا، ما تسمع الكلمة، كما قال واحد من المشايخ، قال: يسمعها زيدا ويكتبها عمرا ويبلغها خالدا. يعني مرقت من الشيخ زيد وصلت هنا خالد. فالعلم تعامل معه بوعي، أوعى العلم تمام وبلغه كويس. قالوا:
نخبر به من وراءنا. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وهذا من الأدب. ولهذا أحد مشايخنا شيخ سليمان الأيام دي طلع كلمة أظنها تغريدة عن طلاب العلم اللي بيتكلموا في حضرة مشايخهم. طبعا دي بلوة برا، انتوا ما عارفين الحاصل، في بلوة برا، طلبة قاعدين جنب علماء قاعدين مشايخ، ونحن هسه طلبة كلنا قدر بعض يعني، أو ده أكبر من ده شوية، كلنا في النهاية أولاد دفعة واحدة ولا أولاد حفرة زي ما بيقولوا أهلنا، ممكن تتكلم وده قاعد ما في مشكلة، لكن ما بالك لما يكون في عالم، عالم تخيل موجود في البلد والاتصال به سهل وسؤاله سهل جدا، يجي طالب علم لسه ما كمل الأربعين النووية تلقى ربط عمته وعامل فيها المفتي في النوازل، يقول لك هذا الرجل لا أوصي به. أنت من شأن توصي ذاتك؟ لا أوصي به، يقول لك تلقى صار لك أخلاقه كده، لا أوصي به وعامل فيها القرعاوي. دي فتنة الآن قاعدة هناك، وخاصة في وجود مشايخنا الكبار. أي شيخ من المشايخ إلا من رحم الله، في مجموعة من أصحاب الفتن والمجرمين ضاربين سياج حول الشيخ في كم محطة عشان تصل، تفتيش هنا وتفتيش هنا وتفتيش هنا، وإلا من رحم الله كلهم قوم سوء، إلا من رحم ربك فتن. ولهذا من أدب هؤلاء الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام موجود وسألهم عن سؤال بسيط، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. المجلس ذا موجود فيه النبي عليه الصلاة والسلام فغيره طلاب. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال وتقيم الصلاة وتعطوا الزكاة وتؤدوا الخمس من المغنم. قال ونهاهم عن أربعين. لما سألوه عن الأشربة قال نهاهم عن الحنتم والنقير والدباء والمزفت. الحنتم دئنا بكل اللي بيسووا فيها النبيذ، لكن نوع الآن يدي بالذات لما يعملوا فيها النبيذ بيبقى خمرة، فالحنتم بيعملوا من بيكون مطلب من جوا بالطين، والنقير ده بيسووه من جذع النخلة، والمزفت مطلب الزفت، والدباء القرع بتاع القرع. دي أربعة لما يسووا فيها النبيذ ذا بيتحول لخمرة، فنهاهم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في آخر الكلام قال احفظوهن. احفظ، السلف قالوا احفظ فكل حافظ إمام. ما بتحفظ ما بتتعلم، تبتبقى مثقفات حياتك كلها. تعرف المثقفات ده اللي بنظر ساي يقول لك وجاء في معنى الحديث وجاء في معنى الآية، فهزول في حسب معنى آية، انت جيب الآية ودينا معناها بعدين، لكن ما ممكن تقول لي في معنى آية كده، وين الآية هي؟ في صورة شنو؟ لأنه بعد شوية لو قعدت تسوي في معنى الآية في معنى الآية، بعد شوية بيجيب لك آية زي ذاك، قال له إن العارف عز مستريح كما قال تعالى، بتخش في حتة زي دي أنت، عشان كده تحفظ الآية ذاتها هي شنو الآية؟ ما حافظ أنت مثقفات، ما بتتعلم، ما بتتعلم العلم الحفظ. بتحفظ بتتعلم، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظوهن. والحفظ بتاع السلفيين ده المجنن الدنيا كلها، ده المجنن بوبي زي ما قالوا، الدنيا دي كلها مهووسه وزعلانه وحاقده لهذا الحفظ اللي عند السلفيين. والدين انما حفظ، هذه السنه حفظت بحفظ الرجال، كانوا بيحفظوا السلف. ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى
انه كان مسافر وشايل العلم بتاعه في حمال الورق وكتر عليه، فبيقى بيقرا الورقه بيحفظه وبيبدأ خفف الحمل بتاعه فاحفظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احفظوهن، ونمره اثنين قال واخبروا بهن من وراءكم. هسه واحد يجي يقول لك عامل فاشيخ، يقول لك وانا درست عند العلماء اهو تاني وحملت تزكيات، وبعدين بتعلم الناس ولا لا؟ يقول لك لا لا اجلس لا تعلم لا تتكلم. ما اتكلم ليه؟ تكلم علمهم في مجلس واحد، مو قعد سنوات، ما قعدوا سنوات ولا حملوا شهادات، انما في مجلس واحد علمهم. قال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم. هكذا ينتشر العلم، هكذا يستفيد الناس. والمجتمع اليوم في امس الحاجه الى حديث واحد. الان نحن في القرى والبوادي، سيبك من القرى والبوادي، في العاصمه دي جوا المساجد راكده، تحتاج لحديث واحد تنقذ به انسان من النار الى الجنه، تنقذ به نفس، تنقذ به مئات الناس. الليله بفضل الله سبحانه وتعالى كثير من اخواننا ما عندهم من العلم الا بضاعه يسيره جدا، لكن ربنا طرح فيها البركه واشتغلوا وعلموا ونفعوا الناس. فإياك أن تكون من المخذلين أو تقف بجانب المخذلين. تعلم علما صحيحا نقيا صافيا، وعلم من تجد. لو ما قادر تتكلم في المسجد، تتكلم في مجال عملك أو في الدائرة اللي انت حوالينك من الناس من أهلك وغيرهم. علم وتعال تعلم ثاني، وعلم وتعلم، وهكذا الإنسان يكون في حياته متعلما ومعلما إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. اكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.